ربما بن زبك هو اللي يسجل في هذه المباراة وفي هذا اللقاء اللي يسجل هذا الهدف اللاعب فارس أو هذا زيدان. زيدان مباركم، زيدان مباركم، يسعد الشناوة، يسعد جماهير مولودية الجزائر، يسعد هذا الجمهور العظيم. بعض الأندية تملك خلفها شعب، هذا واحد منهم، نادي مولودية الجزائر. شوف الكرة وصلت ممتازة، يا الهدف الثاني للعميد، الهدف الثاني للعميد، نعم فعلها، فعلها مولودية الجزائر بهدف ثاني. يسعد الشناوة، يسعد الشناوة، ثنائية لمولودية الجزائر، العميد يسجل ثاني الأهداف، فخر العاصمة يتقدم الآن ويسعد الجماهير الجزائرية. شيري يسجل هدف الوداع من كرة ثابتة بقدم اليسرى، راحت في الشباك، هدف التقليص، أصبحت النتيجة 2-1 2-1 في اللحظات